ثلاثية ولا رباعية؟ نقول لهم صبحكم بالخير. خلاص بس بس الباقيين اجلسوا، هذه العروس حطوها بينكم، حطوها بي. تمام شباب. طيب يصلي يسلم وبارك. هذا طبعا لون اللعبة ذي حبيبي، هذه اللعبة صار يعني قبل 25 سنة تقريبا، مجتمعون عيال حارة حلو، وكانت انتم عارفين هاجس العروسة والعريس الألعاب القديم دائما فيها. المهم أنا بنوضح، فهذا كان أهل العروسة وأهل العريس، عمال عمالية. أنا ايش معناها بالضبط؟ إيه المهم مثل حقرة بقرة، هي لعبة مصرية لعبة قديمة لعبة قديمة. تعال المهم، فاحنا بنقدم عليهم وهم يقدمون علينا. حافظين الكلمات؟ ايوه. صبحكم بالخير يا العمال العماليه. ايش تقولون انتم؟ الله يصبحكم بالخير يا عمال العماليه. بالله بالله اعطونا بنتكم هالحلوه الجميله. والله ما نعطيكم هي الا ب 1100. بدون والله ما نعطيكم هي، ما نعطيكم هي الا ب 1100. جيب فلوس ننزل على دياركم ونكسر ابوابكم والشامع دواركم والخيرات كلها. هذه عروسه. اوكي؟ طبعا طبعا اللي بياخذها اللي بياخذها بتفق مع واحد حلو؟ بياخذها وخلونا نشوف المكان. لا يعني ما هو مكان بسيط. نمشي اذا انا جاي في المكان هو اخذ العروس، اذا مسكته الحين نمشي له مشي. صدح ما ادري العروس الحين ابوي يقول معهم يلا يلا اذا قلنا صوت عيال صوت ايه دي وين مديها العروس خلاص خذها شيلها البيت بسم الله يلا ثريت قول معانا تو 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 الحين نروح لما يجونا يلا ثريت ثريت ون صبحكم بالخير يا عمال العمالية الله يصبحكم بالخير يا عمال العمالية اعطونا عندكم هالحلوة الجميلة ما نعطيكم هي إلا بالفومية ننزل على دياركم ونكسر أبوابكم والشامع دواركم وهذه عرصة بدر الله الله